السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنبدأ في الهيستولوجي أوف ذا إير. قبل ما نبدأ في الهيستولوجي أوف ذا إير، طبعا عايزة أشكركم على كلامكم الجميل اللي كان في الفيدباك، وطبعا عايزة أطمنكم إن أنا كمان بستفيد جدا جدا من الفيديوز اللي أنا بعملها لكم، وإن أنتوا كمان بتساعدوني كتير، أو مش أنا بس اللي بساعدكم عشان تعرفوا بس. يعني ربنا يوفقكم جميعا يا رب، وأي حاجة تحتاجوها طبعا يعني ابعتولي على طول إن شاء الله. تعالوا بقى نبدأ الهيستولوجي اوف ذا اير. الهيستولوجي اوف ذا اير سهل قوي لو انت فهمتها. الاير طبعا هي الاورجن المسؤول عن حاجتين مهمين جدا، او عن السنسيشن، او عن تو سنسيشنز مهمين قوي، اللي هما الهيرنج السمع والايكوليبريم، ان انت تحافظ على التوازن بتاعك، ان انت ما تدخش، ان انت تبقى عينيك ثابته على الاوبجكتس، وات ايفر بقى الهيد بتاعتك اتحركت او حتى جسمك اتحرك. فالمسؤول عن التو اورجن تو سنسيشنز المهمين دول هي الاير. تمام. طيب تعالوا بقى نخش كده، بعد ما عرفنا ايه هي الفانكشن او ايه هي الموست امبورتنت فانكشن الاير، نشوف ايه هو الاستراكشر بتاعها. الاير هي عباره عن 3 اجزاء. تعال نشوف ايه هما ال3 اجزاء دول مع بعض. تعالوا كده على الرسمه، عندنا اول حاجه في اكسترنال اير، وفي ميدل اير، وفي عندنا انر اير. تمام. يبقى دلوقتي الاير بتنقسم ل3 بارتس مهمين جدا. اكسترنال اير اللي هو الجزء الخارجي، بعد كده عندنا ميدل اير الجزء اللي في النص، وعندنا انر اير اللي هي الجزء الداخلي واللي هو الاهم فيهم كلهم. تمام. طيب الاكسترنال اير عباره عن ايه؟ عباره عن 3 اجزاء. الجزء اللي انتم شايفينه ده اللي هو صواني الاذن، ده اللي احنا بنسميه الاوركل. تمام. وبعد كده عندنا القناه اللي انتم شايفينها دي، ودي اللي احنا بنسميها اكسترنال اوديتري كانال، او بيسموها اكسترنال اكوستيك ميتس، حاجه واحده. تمام. وبعد كده عندنا الممبرين اللي انتم شايفينه دوت، اللي هو في الميديال وول بتاع الاكسترنال اير، اللي هو يعتبر الحد الفاصل ما بين الاكسترنال اير والميدال اير، اللي هو اسمه الاير درام، او اسمه تمبانيك ممبرين، اللي هو طبله الاذن. تمام. طيب الميدل اير بقى زي ما انتم شايفينها كده، هي عباره عن سبيس. السبيس دوت بيبقى مليان اير، هو اير فيلد سبيس، وبيبقى فيه 3 سمول بونز بنسميهم البوني اوسيكلز اوف ذا اير، وكمان بيبقى فيه 2 ماسلز بيبقوا ليهم وظيفه مهمه جدا وبروتكتيف للاير، وهنشوفها مع بعض. تمام. طيب بعد كده عندنا الانر اير، والانر اير دي تعتبر متاهه. هي فعلا متاهه، عارفين متاهه اللي احنا بنخشها في الملاهي، هي دي بالظبط متاهه كده بالظبط. هي عباره عن كهف كده مليان متاهات، وطبعا المتاهات دي بتبقى عباره عن 3 سيمي سيركولار كانالز اللي انتوا شايفينهم دول، وعندنا الحته ده او الجزء ده اللي هو القوقعه او الحلزونه اللي بنسميه الكوكليا، والجزء السنترال اللي بيمسك السيمي سيركولار كانالز مع الكوكليا اللي هو الفيستيبيول المدخل. تمام كده. وطبعا الاستراكشرز المهمه والبريشز بتاعت الاير بتبقى موجوده هنا في الانر اير، داخل المتاهه اللي انتم شايفينها دي اللي معموله من البون، علشان طبعا زي ما اتفقنا اي حاجه بريشز علشان ربنا يحميها بيحطها داخل ايه؟ داخل عظم. فالمتاهه دي هنتلاقي فيها البريشز اورجنز اللي هي مسؤوله عن الايكوليبريم وعن الهيرنج، وهنشوفهم مع بعض. تمام. طيب تعالوا بقى ناخد جزء جزء. اتفقنا ان الاير 3 بارس، ايه هما؟ اكسترنال اير، ميدل اير، انر اير، واتفقنا ان اهمهم طبعا الانر اير، وهي دي اللي بيجي فيها اسئله كتير قوي ريتن، انما طبعا الاكسترنال والميدل اير بتبقى جاست اسئله ام اس كيو. اوكي. طيب تعالوا نشوف بقى الاكسترنال اير اللي هي اول بارت، ونشوفه عباره عن ايه. الاكسترنال اير هي كمان عباره عن 3 بارس. ايه هما ال 3 بارس دول؟ عندنا صوان الاذن ده اللي هو اسمه الاوريكل، وصوان الاذن زي ما انتم عارفين بيبقى عباره عن جزئين، الجزء الكارتلاجينس ده اللي فيه كارتريدج بنسميه اير بينا، وده انتم خدتوه معانا في الماسك في اللوكوموتور في سنه اولى، وهنشوفه دلوقتي وهنراجعه بسرعه مع بعض. وعندنا الحته اللي هي بتبقى طريه دي في ودننا، اللي هي البنات بتلبس فيها الحلق، لو ان دلوقتي البنات بقت تلبس حلقان في اماكن كتير، بس يعني هي دي الحته المعتاده الكلاسيك اللي بنلبس فيها الحلق دي، بيسموها ايه؟ بيسموها دي بيسموها اللي هي الايه؟ الايرلي بيول. خلاص كده بيسموها الايرلي بيول. تمام.
طيب المهم، يبقى تاني الاوركل عباره عن اير بينا واير لوبيول. حلو. طيب الاير بينا ده بيبقى عباره عن كارتليج. مين شاطر فاكر كان انهي نوع من انواع الكارتليج الثلاثه؟ هو كان يلو الاستيك كارتليج. على فكره هو مكتوب في الكتاب غلط، بيقول لك الاستيك فايبرو كارتليج. دول نوعين اساسا مختلفين عن بعض من الكارتليج، في نوع اسمه الاستيك كارتليج ونوع تاني اسمه فايبرو كارتليج. الصح انها يلو الاستيك كارتليج. حلو كده. ومتغطي زي ما انتم شايفين كده بايه؟ بسكن. حلو. والسكن بيقول لك بيبقى لازق كده دايركتلي على اليلو الاستيك كارتليج، والسكن ده طبعا سيمي سكن، بيبقى فيه هير وهير فوليكلز والكلام ده كله. اوكي. طيب الاير لوبيول ديت، الاير لوبيول دي حاجه طريه كده، وطالما حاجه طريه فهي عباره عن فات، ادي بوست تيشو متغطي برضو بسكن اللي هو سين سكن. حلو كده. طيب بعد كده عندنا مين؟ عندنا الاكسترنال اوديتري ميتس دي، او الكنال دي اللي سميناها اكسترنال اوديتري ميتس، او بنسميها اكسترنال اكوستيك ميتس. الاثنين صح، مفيش مشكله. اكوستيك يعني سمعيه، يعني هي دي اللي بتبقى مسؤوله على الكوندكشن بتاع الساوند ويفز. اوكي. زي ما انتم شايفين هي كنال اهيت، الجزء او الاوتر وان ثيرد ده بيبقى كارتليج زيه بالظبط زي الاير بينا، بيبقى يلو الاستيك كارتليج. والانر تو ثيرز اللي انتم شايفينهم اهوت بيبقوا بوني بورس. وده طبعا وات ايفر بقى كان الاوتر وان ثيرد الكارتلاجينس اللي هي الاستيك كارتليج، او الانر تو ثيرز اللي هم البوني. بتبقى الكنال ديت بتبقى لايند بايه؟ لايند بسكن اللي هو عباره عن ستراتيفايد سكويمس ايه كراتينايز ابسيليوم. وبيبقى فيه السكين دوت فيه هير فوليكلز، وفي سويت جلانز، وفي سيبيشس جلانز ريليتد للهير فوليكلز. وكمان السويت جلانز اللي موجوده هنا ما بتبقاش سويت جلانز عاديه، ده بتبقى موديفايد ايبوكراين سويت جلانز بيسموها سيرومينس جلانز. يعني ايه سيرومينس جلانز؟ يعني بتفرز سيرومين. ايه السيرومين دوت؟ اللي هو الواكس، عارفين الاير واكس الشمع بتاع الاذن اهو، ده بيتفرز من موديفايد ايبوكراين سويت جلانز بنسميها سيرومينس جلانز. وبتفرز لنا الواكس دوت كنوع من البروتكشن، علشان طبعا لو اي حاجه دخلت هنا في الاكسترنال اوديتري ميتس حاجه فورين تبتدي تلزق في الواكس دوت وتوقفها. وسبحان الله بعد كده الاير بتحاول تطرد الواكس دوت على بره، علشان طبعا ما يدخلش جوه يعمل انجري لمين؟ لطبله الاذن اللي هي الاير درام. تمام. طيب بعد كده عندنا الاير درام، والاير درام دي ممبرين بيبقى معمول من كونكتيف تيشو، يعني هو بيبقى عباره عن كولاجين والاستيك فايبرز وفايبرو بلس اللي هتعمل لنا الكولاجين والاستيك فايبرز. طيب بيبقى متغطي بقى، هو في ناحيه بتطل على الاكسترنال اير، والناحيه الثانيه بتطل على مين؟ على الميدل اير. وبالتالي هيبقى الناحيه اللي هي ناحيه الاكسترنال اير هتبقى متبطنه او متغطيه هي كمان بسكين ستراتيفايد سكويمس كراتينايزد ابسيليوم. طب والناحيه اللي ناحيه الميدل اير هتبقى متبطنه بنفس اللايننج بتاع الميدل اير، واللايننج بتاع الميدل اير بيبقى عباره عن سمبل كيوبويدال ابسيليوم. تمام. طيب تعالوا بعد كده بقى، يعني تعالوا نشوف الجزء دوت ونشوف لو في اي حاجه احنا نسيناها برضو نبتدي نقولها. اوكي. يبقى خلاص اهو زي ما قلنا الاكسترنال اير هي كل وظيفتها انها بتستقبل وبتكوندكت مين؟ الساوند ويفز. هي عباره عن اوراكل زي ما اتفقنا، واكسترنال اوديتور ميتس والاير درام. الاوراكل جزئين اللي هو الاير بينا اللي هو اليلو الاستيك كارتج متغطي بسكين، واللوبيول بتاعت الاير اللي هي الحته الطريه اللي اتفقنا هي عباره عن فات او اديبوز تيشو متغطي برضو بايه؟ بسان سكين. طيب الاكسترنال اوديتور ميتس او اسمها الثاني اكسترنال اكوستيك ميتس، هي كانال بتمتد زي ما انتم شفتوا من الاير بينا لحد التمبانيك ممبرين. الاوتر وان ثيرد بيبقى كارتلاجينس، وبرضه بيبقى نفس نوع الكارتج بتاع الاير بينا اللي هو اليلو الاستيك كارتج. والانر تو ثيرز بيبقوا بوني، وطبعا هي متغطيه بسكن زيها زي الاوركل، وبيبقى سان سكن. بس ما تنسوش ان في هنا في السكن دوت موديفايد ايبوكراين سويت جلانس. عايزه افكركم بالايبوكراين سويت جلانس، هي كانت سويت جلانس السكريشن بتاعها بيبقى له اودر مميزه، كان نتيجه لان البكتيريا بتشتغل عليه. كمان كانت الايبوكراين سويت جلانس بتفتح في الهير فوليكلز مش بتفتح على السيرفس. اوكي. الجلاند دي زي ما اتفقنا هي اللي بتفرز لنا السيرومين اللي هو الواكس، اللي هو اي حاجه فورين هتخش الاير علشان تحمي الاير من الحاجه الفورين دي هتبتدي تلزق في الواكس دوت، ويبتدي بعد كده يخرج لبره. اوكي. طيب بعد كده زي ما اتفقنا عندنا التمبانيك ممبرين او الاير درام،
قلنا ده طبعا بيبقى موجود في الديب اند او الميديال اند بتاعت الميتس، بيفصلها عن مين؟ عن الميدل اير. اتفقنا ان هو عباره عن لير من الكونكتيف تيشو. يعني ايه؟ يعني هو عباره عن كولاجين والاستيك فايبرز والفايبروبلاست اللي بتعمله. اتفقنا كمان ان هو له ناحيتين، الناحيه اللي ناحيه الاكسترنال اوديتي ميتس هتبقى متغطيه بسكين بايبيدرمس ستراتيفايد سكويمس كيراتينايزد، ومعاه طبعا الحاجات اللي هي اسوشيتد مع السكين، سواء كانت هير فوليكل سواء كانت سيبيشس جلاند او حتى موديفايد سويت جلاندز اللي اتفقنا اسمها سيلومينس جلاندز بتاعت الواكس. والانر سيرفيس بيبقى متغطي بسيمبل كيوبويدال ابسيليوم اللي هو اللايننج بتاع مين؟ بتاع الميدل اير بتاعتنا. تمام كده؟ طيب اتفقنا طبعا ان كل وظيفه الاكسترنال اير دي هتبتدي تستقبل الساوند ويفز وبتبتدي ترانسميت ات للجزء اللي بعد كده. فطبيعي جدا ان يقول لك ان الوظيفه بتاعت تمبانيك ميمبرين هيبتدي ينقل لنا الساوند ويفز لمين؟ للميدل اير. والميدل اير انا قلت لكم الكونتنس بتاعتها ثلاثة سمول بوني اوسكلز، فهو بيقول لك ان هو هينقل الساوند ويفز للبوني اوسكلز دي. انت تعرفوا كمان شويه انها بتشتغل كليفر. يعني ايه كليفر؟ يعني كرافعه، يعني هتبتدي تقوي الساوند ويفز دي وهي بتنقلها علشان تروح للانر اير تعمل لها ايه؟ تعمل استيميليشن للريسبتورز اللي موجوده هناك بتاعت الهيرنج، اللي احنا هنعرف فيما بعد ان الريسبتور دوت اسمه اورجان اوف كورتي. اوكي؟ طيب تعالوا بعد كده بقى نرجع تاني للرسمه الجميله بتاعتنا ونشوف الميدل اير. الميدل اير زي ما انتم شايفينه اهوت هو كافيتي، هو كهف، الكهف دوت مليان هواء مش فلويد، وموجود في الثلاثه سمول بونز دول اللي احنا بنسميهم البوني اوسكلز. اوكي؟ عايزه اقول لكم ان الثلاثه سمول بونز دول سهل قوي نحفظ اسمائهم، هنحفظها في كلمه مس ام اي اس علشان ناخدهم بالترتيب من التمبانيك ممبرين واحنا داخلين على الانر اير. هيبقوا ايه؟ ميليس وانكس وستيبس. جايين من كلمات لاتينيه، انكس جاي من هامر اللي هو المطرقه، وعندنا طبعا اللي هي الانكس اللي هي السندان، وعندنا اخر حاجه اللي هي بتبقى عامله زي الركاب بتاع الحصان اللي احنا بنحط رجلينا فيه لما بنكون راكبين على الحصان، اسمها الستيبس. اوكي؟ فدول الثلاثة بوني اوسكلز بتاعتنا اللي هما ميس، ميليس، انكس، واخيرا اخر واحدة اسمها ايه؟ اسمها ستيبس. طبعا زي ما انتم شايفين كده الميليس دي اول واحدة، فطبيعي جدا انها تبقى ماسكة مع مين؟ مع التمبانيك ممبرين، وكل واحدة فيهم بتارتكليت مع التانية عن طريق السينوفيال جوينت. فهتلاقي الثلاثة بوني اوسكلز دول عاملين جوينتس ما بينهم وما بين بعض، الجوينتس دي نوعها سينوفيال جوينتس. البونز دي طبعا او الثلاثه بونز دول بيبقوا البيري اوستيوم بتاعهم بيبقى متغطي برضو باللي هو الابيثيليوم اللي هو عامل لايننج برضو للميدل اير، فبيبقوا متغطيين برضو عادي جدا بسيمبل كوبويدال او سيمبل سكويمس ابيثيليوم، ما فيش مشكله خالص. تمام؟ ناخد بالنا بقى ان مين اللي هتبقى لها علاقه بالتمبانيك ممبرين؟ الميليس، وبعد كده عامله جوينت مع الانكس، والانكس عامله جوينت مع الميليس من ناحيه، ومن الناحيه الثانيه عامله جوينت مع مين؟ مع الاستيبس. خد بالك ان الاستيبس بيبقى لها حته مبططه كده، ان هي شبه بالظبط الركاب بتاع الحصان اللي احنا بنحط رجلنا عليه، فالحته المبططه اللي تحت دي بيقول لك بتبقى قافله هنا فاتحه موجوده في الميديال وول بتاع الميدل اير، بيبقى فيه فتحتين، فتحه انتيريور اسمها اوفر ويندو، ودي اللي بتبقى مقفوله بالفوت بليت اللي هي الحته المبططه بتاعه الاستيبس، وفي فتحه ثانيه بوستيريور بنسميها راوند ويندو، والاثنين طبعا بيبقوا مقفولين بسيل ميمبرينز اوف كونكتيف تيشو. ولكن خد بالك ان الاوفر ويندو اللي موجود انتيريور بيبقى متغطي برضو بمين، او بيبقى مين اللي متصل بيه؟ اللي بيبقى متصل بيه الفوت بليت او الحته المبططه بتاعت الاستيبس علشان الساوند ويفز تتنقل. خلاص كده؟ يبقى دلوقتي الساوند ويفز اللي هتوصل هنا للاير درام هتبتدي تتنقل للانكس ومنها للميليس، سوري هتتنقل للميليس ومنها للانكس، ومن الانكس للاستيبس، ومن الاستيبس هتروح لمين؟ للاوفال ويندو، وبعد كده تتنقل الويفز دي للانر اير زي ما هنشوف بعد كده. بس خد بالك ان الويفز دي بتبقى الفورس بتاعتها هنا عند التيمبانيك ممبرين قليله، ولما هتوصل للاوفال ويندو هنا الفورس بتاعتها هتزيد، وده الفانكشن بتاعت الليفرز اللي انتوا خدتوها قبل كده اللي هي روافع في الفيزيكس، وانتوا طبعا اكيد لسه فاكرينها احسن مني. خلاص كده؟ فعشان كده اقول لك ان الثلاثه بوني اوسكلز دول بيشتغلوا كاليفر كرافعه. خلاص كده؟ طيب في حاجه تانية، طب ايه الكونتنس تاني اللي موجوده هنا؟ يعني خد بالك الاير هنا عندنا رقم ثلاثه كتير قوي فيها. خلاص؟ يبقى دول في الميدل اير في ثلاثه سمول بونز اللي احنا قلنا عليهم مس، ميليس، انكس،
ستيبس. عايزه اقول لكم برضو معلومه هي مش مكتوبه في الكتاب عن الثلاثه بونز دول. النوع الثلاثه سمول بونز دول هم نوعهم كومباكت بون، ما فيهمش مدلل كافيتي، يعني ما فيهمش اي كانسيلس بون جواهم، هم كومباكت مينلي. وكمان بيقول لك ان هم كمان ما عندهمش ابيفيزيال بليت، لان هم مش هيطولوا، هم محتاجين بس من البروستيم ان هم يزيدوا في السكنس كل ما نكبر بس شويه، مش اكتر من كده خلاص. طيب ما علينا، اللي انا عايزاكم تفتكروه اسمائهم، تفتكروا هم متصلين مع بعض ازاي، مين اللي متصل مع الاير درام اللي هي الميدياس، ومين اللي قفلنا الاوفال ويندو اللي هي الستيبس بالفوت بليت بتاعها. ليه؟ علشان دلوقتي هقول لك ان في كونتنت تاني موجود هنا في الميدل اير، مهم ان انت عندك تو ماسلز هنا. التو ماسلز دول لما بيحصل لهم كونتراكشن بيعملوا بروتكشن للامبورتنت ستراكشرز الموجوده في الانر اير. ايه هم التو ماسلز دول؟ التو ماسلز دول واحده بتبقى عامله انسرشن في الميليس اللي هي متصله مع التمبانيك ممبرين وبيسموها تنسور تمباناي، والثانيه بتبقى عامله انسرشن في الفوت بليت بتاع الاستيبس وبيسموها ستابيديس ماسل. سهل جدا، يبقى هي هم التو ماسلز الموجودين في الميدل اير، تنسور تمباناي وستابيديس، من اسمهم تنسور تمباناي. تنسر يعني بتخلي التمبانيك ممبرين تنس، يعني بتخليه مشدود، يعني بتحد حركته ما بتخلوش يتحرك جامد. وليه بتعمل ليميتيشن الحركه بتاعه التمبانيك ممبرين؟ تعال نشوف القصه ايه. القصه ان انت لو في ساوند ويفز عاليه قوي، صوت عالي نويزي ساوندز، هتعمل ايه؟ النويزي ساوندز دي بتبقى حاجه يعني فيري هارمفول، وحاجه مضره جدا للريسبتور بتاع الهيرنج اللي موجود عندنا في الانر اير. فسبحان الله، عشان ربنا يحمينا من الاصوات العاليه دي، بيحصل ريفلكس كونتراكشن في مين؟ في التنسور تيمبانوي اللي هي ماسكه في الميليس اللي هي متصله بمين؟ الميليس بالتمبانيك ممبرين. فلما يحصل كونتراكشن في التنسور تيمبانوي، النتيجه ان التمبانيك ممبرين هيبقى تنس، هيبقى مشدود، هيحصل ليميتيشن للموفمنت بتاعته، فتقوم الساوند ويفز القويه ديت نقلل من حدتها شويه علشان نحمي الاورجن اوف كورتي اللي هو الريسبتور بتاع الهيرنج، ما يحصلوش دامج وما يحصلش دامج للانر اير. دي اول ماسل اللي هي التنسور تمبنوي. طب الماسل الثانيه ستابيديس اللي هي ماسكه في الستيبس، لما برضو يكون الصوت عالي والساوند ويفز قويه، احنا عارفين ان كمان البون دوت هيخليها اقوى انه بيشتغل كليفر، فطبعا ممكن هنا الاوفل ويندو ده اللي هو متصل مع الاير الانر اير، لو الساوند ويفز جات له بقوه يقوم يعمل لي دامج في الانر اير. فسبحان الله برضو عشان ربنا يحمي الجزء دوت، هيقوم يحصل كونتراكشن في الاستابيديس ماسل، فتقوم توقف من حركه الاستيبس، فما تخليش الاستيبس تضغط بقوه على الاوفر ويندو، فتقوم تحملنا برضو الانر اير. فناخد بالنا ان في تو ماسلز هنا وظيفتهم ان لما بيحصل فيهم ريفلكس كونتراكشن بيعملوا بروتكشن لمين؟ للانر اير. امتى هيحصل فيهم ريفلكس كونتراكشن؟ ده مع الهاي انتنسيتي ويفز او مع النويزي لاود ساوندز، الاصوات العاليه جدا. تمام؟ طيب، ويبقى دي الميدل اير تاني، هي سبيس مليان هوا، خدوا بالكم مليان هوا، عشان الانر اير هتلاقيها مليانه فلويد بعد كده لما ناخدها. فيها ثلاثه سمول بوني اوسيكلز اللي هم المس، بيشتغلوا كاليفر زي ما اتفقنا. ما تنسوش ان في تو ماسلز كمان اللي هم مين؟ تنسور تمبانوي، ودي اكيد ماسكه مع الميليس، يعني ما هو الميليس هي اللي ماسكه مع التمبانيك ممبرين. تمام؟ وفي عندنا ستابيديس ومن اسمها ستابيديس ستيبس، يبقى دي ماسكه مع مين؟ مع الستيبس. وما تنساش ان الستيبس هنا الحته المبططه بتاعتها الفوت بليت كانت سده انهي ويندو، انهي شباك موجود هنا في الميديال وول او الانر وول بتاع الميدل اير، كانت سده الاوبال ويندو. ما تنساش ان انت عندك شباكين هنا موجودين في الانر وول بتاع الميدل اير، اوفال ويندو اللي هو موجود قدام وراوند ويندو اللي موجود ورا. تمام؟ وما تنساش ان كل الميدل اير دي لايند بايه؟ لايند بسيمبل كيوبويدال اكسيليوم. تمام؟ طيب تعالوا بقى بسرعه كده نرجع على الكلام علشان يعني نبقى مع بعض. اتفقنا هي اير فيلد سبيس، هي كافيتي مليان هواء، بيبقى موجود في البتروس بارت بتاع التمبرال بون، وده انتوا واخدينه في الاناتومي يعني، وانتوا اشطر مني في الحته دي. هنا بس بيقول لك حاجه كده عبيطه، ان هو طبعا هو بما ان هو اير فيلد سبيس وكل وظيفه المكان دوت ان هو هيبتدي يعمل لك ايه؟ هيشتغل كاليفر، هيقوي الفورس بتاعت الساوند ويفز. فبيقول لك ان هو بيبقى متصل بوستيريورلي مع الماستويد اير ساينس، وطبعا احنا عارفين ان الساينس دي برضو من احد وظائفها انها بتعلي الريزونانس بتاع الساوند،
وان هو متصل انتيريورلي مع الاوديتوري تيوب او الاوستيكيان تيوب. ودي طبعا حته انا ما قلتهاش، فانا عايزه برضو اقولها لكم حته الاوستيكيان تيوب دي. تعال نرجع كده. يبقى قال لك الميدل اير او الكافيتي بتاع الميدل اير ده متصل مع حاجتين، متصل مع الماستويد اير ساينس، ومتصل بالاوديتوري تيوب او اسمها اوستيكيان تيوب، او حتى بيسموها فارينجو تيمبانيك تيوب. وانا عايزاك هتعرف الكنال دي بتوصل او التيوب دي بتوصل ما بين فين وفين لو عرفت انها اسمها فارينجو تيمبانيك. خدوا بالكم ان الميدل اير كافيتي ده بيسموه تيمبانيك كافيتي، نتيجه لعلاقته بالتيمبانيك ممبرين يعني. فهي اذا اسمها فارينجو تيمبانيك تيوب، يبقى هي بتوصل التمبانيك كافيتي دوت اللي هو الميدل اير بالفارنكس، بس بانهي فارنكس بقى؟ بالنيزو فارنكس. حلو كده. طبعا بيقول لك انها برضو ليها جزء كارتيلاجينس، واكيد هيبقى الجزء الانتيريور، ولها جزء بوني، واكيد هيبقى الجزء البوستيريور. معلين. حلو كده. طيب المهم التيوب دي وظيفتها ايه؟ قال لك هي بتوصل ما بين الميدل اير كافيتي ما بين النيزو فارنكس. كل وظيفتها انها تكرايز البريشر بتوين الاتموسفير وبتوين الميدل اير. ليه؟ علشان لو البريشر مش مظبوط ممكن يحصل رابشر للاير درام. خلاص كده، لو البريشر بره اعلى عن جوه ممكن يحصل ايه؟ رابشر في الاير درام. فهي ديت اللي هتيكولايز البريشر ما بين الميدل اير وما بين مين؟ الاتموسفيريك بريشر اللي موجود بره هنا. حلو. طيب عن طريق النيزوفارنكس. طيب يبقى دلوقتي لما اقول لك هي لايند بايه التيوب دي اللي بتوصل ما بين الميدل اير وما بين النيزوفارنكس، هتقول لي يا دكتور الجزء اللي ناحيه الميدل اير اكيد هيبقى اللايننج بتاعه زي الميدل اير وهيبقى سيمبل كيوبويدال. طب ولما هتقرب من النيزوفارنكس اكيد هتبقى لايند بنفس اللايننج بتاع النيزوفارنكس اللي هو الريسبيراتوري ابسيليوم، اللي هو الاسم اللي كان معقدكم جميعا، اللي كان اسمه ايه؟ سودو ستراتيفايد كولومنر ابسيليوم وسكوبلت سيلز. فناخد بالنا برده ان اللايننج بتاعها جزئين، الجزء اللي ناحيه الميدل اير زيها، الجزء اللي ناحيه النيزوفارنكس هيبقى زيه. طيب يا دكتور هل التيوب دي دايما مفتوحه عشان تيكولايز البريشر؟ قال لك لا، هي في الحقيقه التيوب دي بتبقى مقفوله. طب بتفتح امتى؟ بتفتح لما نيجي نبلع، نعمل سوالفنج، لما نيجي نتاوب بتفتح برضو، وهكذا. تمام. طيب في بقى معلومه كده كنا بنقولها لكم، بنقول لك ايه؟ اثناء هبوط الطياره انت لازم تاكل لبان. ليه يا دكتور؟ اصل ممكن طبله الاذن بتاعتك تفرقع. طب ايه اللي يخلي طبله الاذن تفرقع؟ ما هي بقى تعال نشوف الكونكشن دي بقى. هي فكره ان الاتموسفيريك بريشر وانت نازل والطياره بتعمل هبوط بتعمل لاندنج، البريشر بيزيد بره قوي. خلاص كده. طيب لو احنا دلوقتي ما سويناش البريشر بين الميدل اير وما بين الاتموسفير، يبقى ممكن الاير درام دي تروبشر. طب هنعمل ايه؟ ما هي التيوب دي هي اللي هتعمل لنا الايكولايزيشن ده. فسبحان الله هي مش هتتفتح وتدخل هواء عشان تعمل ايكولايزيشن الا لو انت بلعت. فساعتها يقول لك ايه؟ كل لبان علشان تبتدي تعمل سوالوينج، فتقوم التيوب دي تتفتح، تقوم تظبط البريشر ما بين بره وما بين جوه، وما يحصلش رابشر للاير درام. فهمتوا بقى الفكره جت منين؟ او ليه بيقولوا لنا ناكل لبان اثناء اللاندنج، او حتى لو مش معاك لبان يقول لك افضل ابلع في ريقك؟ ما هو علشان الفكره دي. تمام كده؟ تعالوا بقى نرجع لكلامنا تاني. ده الكلام اللي احنا قلناه، هو اللاترال وول بتاع الميدل اير كان عباره عن التيمبانيك ممبرين، والميديال وول او الانر وول كان فيه تو اوبننج، الفتحتين الشباكين اللي قلنا عليهم. الانتيرور كان الاوفال ويندو اللي هو كان ريليتد لمين؟ للفوت بليت بتاعه الاستيبس. واللي موجود بوستيريور كان راوند ويندو، وده بيبقى مقفول بالاستيك ممبرين عادي جدا. خلاص كده. طيب التيمبانيك ممبرين بيبقى ماسك او كونكتد مع الاوفال ويندو عن طريق الثلاثه سمول بوني اوسكلز اللي اتفقنا عليهم، اللي هم مس ميليس وانكس وستيبس، واتفقنا ان هما طبعا بيبقوا ماسكين مع بعض بسينوفيال جوينتس، واتفقنا ان البوني اوسكلز دول بيشتغلوا كلافر اللي هي بتماجنيفاي الفايبريشنز او ساوند ويفز اللي هي جايه لها عن طريق التمبانيك ممبرين، وهتبتدي توصلها بعد كده لانهي ويندو؟ للاوفال ويندو، بعد كده للانر اير عشان تعمل استيميليشن لمين؟ لاورجن اوف كورتي، ونبتدي نسمع الكلام اللي بيتقال حوالينا. تمام. طيب الثلاثه اوسكلز دول اتفقنا انهم متغطيين بايه؟ بسيمبل سكويمس ابسيليوم، وان هم ارتكليتنج مع بعض بسينوفيال جوينتس. اتفقنا ان الميديال اير كافيتي كله بيبقى لايند بسيمبل كيوبويدال ابسيليوم، وطبعا بما انه ابسيليوم اكيد له بيزا لامنا، بيقول لك ان البيزا لامنا بتاعت الابسيليوم ده بتبقى ماسكه كويس جدا مع البري اوسيوم اللي تحتها بتاع البون. طيب الميديال اير فيها تو سكيلتال ماسلز. ايه هما السكيلتال ماسلز دول؟ هما تنسور تيمبانوي، وعندنا الثانيه ستابيتيس ماسل، ومن اسمهم واضح ايه هي وظيفتهم، وكمان من اسمهم تقدر تعرف كل واحده عامله انسرشن في
فين. تنسر تمبانوي يعني بتخلي التمبانيك ميمبرين مور تنس، يعني بتعمل ليميتيشن للموفمنت بتاعته، وطبيعي انها تبقى انسرتد للميليس لان احنا اتفقنا ان الميليس هي اللي ريليتد للتمبانيك ميمبرين لان دي اول واحده في الثلاثه اوسكلز. كونتراكشن هيخلي الاير درام مور تنس زي ما اتفقنا. الاستابيديس من اسمها استابيديس يعني ستيبه، هي ماسكه في الاستيبس. الكونتراكشن بتاعها هيشد الاستيبس، يبعدها عن مين؟ يبعدها عن الاوفال ويندو، فهي بروتكت طبعا الاورجان اوف كورتي من الهاي فايبريشنز او من الساوندز اللي عليها. الاوستيكين تيوب او اتفقنا اسمها اوديتري تيوب او اسمها فارينجو تمبانيك، وفهمنا بقى فارينجو تمبانيك جه منين، انها بتوصل ميزوفارينكس مع التمبانيك كافيتي. مين هو التمبانيك كافيتي؟ ما هو الميدل اير كافيتي. تمام، طيب اتفقنا انها برضو لها جزئين، الانتيريور كارتلاجينس والبوستيريور بوني، واتفقنا ان اللايننج بتاعها برضو اتنين نوعين. والله الجزء اللي قريب من الميدل اير هيبقى زي اللايننج بتاع الميدل اير سامبل كيوبويدل، والجزء اللي رايح بقى قريب من النيزوفارينكس هيبقى زي النيزوفارينكس، يعني هيبقى ريسبيراتوري ابسيليوم اللي هو الاسم الجميل الكبير اللي كان بيخضكم زمان، اللي هو السودو ستراتيفايد كولومنار سيليتد ابسيليوم ويز جوبلت سيلز. واتفقنا طبعا ان وظيفه التيوب دي هتيكولايز البريشر في الميدل اير مع الاتموسفيك اتموسفيريك بريشر، وده مهم ليه؟ مهم علشان ما يحصلش رابشر الاير درام. وافتكر بقى موضوع مين؟ اللاندنج. تمام، طيب تعالوا بعد كده بقى هنخش على الانر اير، واحنا هناخد النهارده الجزء الخاص بالاكوليبريم من الانر اير، والاورجن اوف كورتي هخليه في فيديو لوحده ان شاء الله. المهم قبل ما نبدا في الانر اير انا عايزاك تفهم فكرتها. الانر اير ديت هي عباره عن متاهه، المتاهه دي معموله من حيطان، معموله من بون، والمتاهه دي هي ثلاث اجزاء وهنشوفهم مع بعض. بس انا عايزاك تفهم الفكره، اتفقنا ان انر اير ديت هي الموست امبورتنت بارت، هي الجزء المهم جدا اللي فيه الاورجانز البريشس المسؤوله عن الايكوليبريم ومسؤوله عن الهيلينج. واتفقنا من زمان قوي ان اي اورجان بريشس، وخدنا حاجات بريشس كتيره قوي زي البرين زي الاي، حاجات كتيره قوي زي السبانال كورد، دايما بيبقى موجود في كهف معمول من البون. فهنا برضو الريسبتورز بتاعت الإكوليبريم وبتاعة الهيرينج هتبقى موجودة في الكهف دوت أو المتاهة بتاعتنا، حتى بيسموها لابرنس، لابرنس يعني متاهة، خلاص المتاهة بتاعت البون دي بتاعتنا خلاص. طيب بس قبل ما نحط البريشس ستراكشرز دي مش لازم نحميها؟ هو احنا لو حطناها على بون هيحصل لها انجي، يبقى انا كده ما حمتهاش، فهنعمل ايه بقى عشان نحميها؟ الغرفة والمتاهة بتاعتنا ديت اللي معمولة من حيطان وبون هنبتدي نحط جواها بالونه مليانه ميه. اشمعنى؟ عشان البالونه دي سوفت تيشو، والميه اللي جواها دي لما نعوم فيها البريشس اورجانز هنحميها اكتر، وكمان الميه دي هتعرفوا كمان شويه انها هتساعدها في شغلها. ده مش بس كده، طب يا دكتور ما هي البالونه ممكن تتجرح من ايه؟ تتجرح من الحيطان. طب عشان نحمي البالونه من ميه من بره هنعمل فيها ايه؟ هنسراوند ات بميه. ويبقى دلوقتي الانر اير تخيلها كده، هي حجره متاهه معموله من حيطان، الحيطان ديت فيها ميه وجواها بالونه مليانه ميه، وجوه البالونه اللي مليانه ميه هنبتدي نحط الاورجنز، وبالتالي يبقى الاورجنز هتبقى عايمه في ميه جوه البالونه وحوالين البالونه ميه، وميه كلها من بره والبالونه سراوندد بالحيطان العظميه بتاعت المتاهه بتاعتنا. يعني حضرتك عايزه تقولي ايه يا دكتور؟ يعني دلوقتي انت عندك حيطان معموله من العظم جواها بالونه من برين سوفت تيشو، البالونه محاطه بميه من بره، وجوه البالونه ميه، وجوه البالونه كمان في البريشس اورجنز اللي هي الريسبتورز بتاعت الايكوليبيا والاير. وتعالى نسمي بقى الحيطان اللي بره هنسميها بوني لابرنس، اللي هو الكهف العظمي ده او المتاهه العظميه هنسميها بوني لابرنس. حلو، طيب والبالونه نفسها اللي هي سوفت تيشو ميمبرينس هنسميها ميمبرينس لابرنس. طب والفلويد يا دكتور اللي حوالين البالونه او حوالين الميمبرينس لابرنس هنسميه ايه؟ بيري لمف. طب والفلويد اللي جوه البالونه اللي هو جوه الميمبرينس لابرنس يا دكتور هنسميه ايه؟ اندو لمف. وهقول لك ان البيري لمف اعتبره بالظبط كانه اكسترا سيلر فلويد. طب والاندولينف اللي داخل الممبرينس لابرنس اللي داخل البالونه اعتبره بالظبط كانه انترا سيلر فلويد، بس بيختلف شويه عن الانترا سيلر فلويد ان هو بيبقى ايه، او حتى هو مش بيختلف عن الانترا سيلر فلويد ولا حاجه، ده هو فعلا زيه بالظبط الانترا سيلر فلويد، ده بيبقى ريتش ان بوتاسيوم وبيبقى بور ان صوديوم.
خلاص كده. طب واشمعنى يا دكتور الاندولينف ريتش ان بوتاسيوم وبور ان صوديوم؟ ده مهم جدا علشان عمليه الاستيميليشن بتاع الاورجنز او الريسبتورز اللي احنا قلنا عليها، ودي طبعا بتاخدوها في الفسيولوجي بتفهموها احسن من عندنا يعني. اوكي تاني بقى، اتفقنا دلوقتي ان الانر اير عباره عن ايه؟ حيطان عظميه، متاهه عظميه اسمها بوني لابرنس. حلو كده، جواها بالونه ممبرينس لابرنس. البالونه دي محاطه بفلويد من بره اسمه بيري ليمف، والبالونه نفسها جواها فلويد اسمه اندوليمف، وفي الاندوليمف دوت عايم الريسبتورز بتاعتنا بتاعت الايكوليبريم وبتاعت الايه الهيرنج. حلو كده، ده الفكره العامه. تعالوا بقى نشوف ونسمي مع بعض المتاهه بتاعتنا. طيب اهي دي المتاهه بتاعتنا، اهي دي المتاهه بتاعتنا، ودي الحيطان اللي معموله بالايه بالعظم. المتاهه العظميه بتاعتنا اللي اسمها بوني لابرنس عباره عن 3 اجزاء. ايه هم يا دكتور؟ شايفين الثلاثه سيمي سيركلر كانالز، يبقى اول جزء اسمه سيمي سيركلر كانالز. حلو كده. طيب وشايفين الجزء ده؟ الجزء ده عامل زي الحلزونه او زي القوقعه وبنسميه كوكليا. طيب والجزء الدايليتد اللي في النص اللي بيوصل السيمي سيركلر كانالز بالكوكليا بنسميه الفيستيبيول، المدخل. خلاص، يبقى البوني لابرنس اللي هو الكهف العظمي، المتاهه العظميه بتاعتنا 3 حاجات. ايه هم؟ 3 سيمي سيركلر كانالز وكوكليا حلزونه او قوقعه، وما بينهم الجزء السنترال اللي بيوصلهم مع بعض ده اللي اسمه ايه؟ اللي اسمه فيستيبيول. حلو كده. طيب الثلاثه سيمي سيركلر كانالز دول زي ما انتم شايفينهم هم سوبيريور وبوستيريور وانتيريور. المفروض انهم فاتحين هنا في الفيستيبيول اهو، المفروض ان كل واحده تبقى فاتحه بفتحتين عادي جدا. فالمفروض ان الثلاثه يبقوا فاتحين ب6 فتحات هنا في الفيستيبيول. قال لك لا، هم فاتحين ب5 فتحات بس. اشمعنى؟ شايف دي السوبيريور ودي مين؟ ودي البوستيريور. الاثنين بيبقوا مشتركين مع بعض في وان اوبننج كده، فعشان كده بدل ما المفروض كانوا يبقوا 6 فتحات، لا ده بقوا 5 openings بس. بيبقى الثلاثه سيمي سيركولار كانالز بتوعنا فاتحين بكام اوبننج في الفيستيبيول؟ فاتحين ب5 openings. اشمعنى؟ لان السوبيريور والبوستيريور الاثنين اشتركوا مع بعض بايه؟ بفتحه واحده. حلو كده. تاني بقى، البوني لابرنس بتاعنا اللي هو الحجره اللي معموله من حيطان العظميه، 3 حاجات: سيمي سيركولار كانالز، ها كوكليا، والجزء السنترال اسمه ايه؟ فيستيبيول. حلو. طب تعالوا نشوف بقى البالونه اللي موجوده جوه اللي هو الممبرينوس لابرنس. خلاص، الممبرينوس لابرنس الجزء بتاع البالونه الموجود في السيمي سيركولار كانال بيسموه ممبرينوس سيمي سيركولار كانالز، او بيسموه سيمي سيركولار دوكس. يبقى كلمه دوكت دي معناها انها ممبرينوس. طب والجزء من البالونه اللي موجود هنا في الكوكليا يا دكتور بيسموه ايه؟ كوكليار دوكت. لحد كده كويس، الحمد لله. طب والجزء يا دكتور اللي موجود هنا في الفيستيبيول؟ قال لك في الفيستيبيول موجود حاجتين، حته من البالونه بنسميها يوتريكل ودي الحته الكبيره، وحته تانية بنسميها ايه؟ بنسميها ساكيول. حلو، واليوتريكل والساكيول الاثنين متصلين مع بعض اهوت، في ضغط طالعه من اليوتريكل اهي وضغط تانية طالعه من الساكيول، وماسكين مع بعض عن طريق حاجه اسمها يوتريكلو ساكيولار ضغط. ما هي ما بين اليوتريكل والساكيول فبيسموها يوتريكلو ساكيولار ضغط. لحد كده في اي مشكله؟ مفيش مشكله خالص. مش بس كده، بيقول لك ان اليوتريكلو ساكيولار ضغط دي بتبقى متصله او بتبقى بتعمل لنا دوكت اسمها اندولمفاتيك دوكت، والاندولمفاتيك دوكت دي بتنتهي ببلايند ساك، كيس اهوت بلايند مقفول بيسموه الاندولمفاتيك ساك. حلو؟ ما علينا، المهم تعالوا تاني. البالونه بقى، البالونه هي كمان 3 اجزاء، مش المتاهه اساسا العظميه او الكهف 3 اجزاء، يبقى البالونه برضو 3 اجزاء. الجزء الموجود في السيمي سيركولار كانالز هنسميه سيمي سيركولار دوكس او ممبرينا سيمي سيركولار كانالز. طيب والجزء اللي موجود في الكوكليا هنسميه كوكليار دوكت. طب والفيستيبيول فيه جزئين، واحد الاكبر اسمه يوتريكل والصغير اسمه ساكيول، والاثنين ماسكين مع بعض بمين؟ يوتريكل وساكيولار دوكت، اللي هي هتعمل لنا مين؟ هتعمل لنا اندولمفاتيك دوكت اللي هتنتهي بمين؟ بالاندولمفاتيك ساك. حلو كده. طيب اتفقنا بقى ان البالونه دي من بره حواليها ايه؟ حواليها بريليمف. طب وهي جواها جوه فلويد اسمه ايه؟ اندولمف. واتفقنا ان البريليمف شبه الاكسترا سيلولار فلويد، انما الاندولمف شبه الانترا سيلولار فلويد. حتى الاندولمف بيقول لك البوتاسيوم فيه عالي والصوديوم قليل، وده مهم جدا عشان الاستيميليشن بتاع مين؟ بتاع الريسبتورز فيما بعد. خلاص كده. طيب
لحد كده تمام، لحد كده تمام. تعالى بقى نحط الريسبتورز. قال لك الكوكليا دي فيها الاورجن اوف كورتي اللي هو الريسبتور بتاع الهيرنج، وده مش هناخده النهارده. حلو. طيب امال يا دكتور السيمي سيركولار دوكس او الممبرينا السيمي سيركولار كانالز فيها ايه؟ قال لك دي فيها ريسبتور مسؤول عن الايكوليبريم اسمه كريستا امبولاريس، وهنشوفه ليه سموه كريستا امبولاريس كمان شويه. طب واليوتريكل والساكيول برضو فيه ريسبتورز مسؤوله عن الايكوليبريم اللي موجوده في اليوتريكل والساكيول اسمهم ماكولا، واللي موجوده في اليوتريكل هنسميها ماكولا يوتريكلاي، واللي في الساكيول ماكولا ساكيلاي. فاكرين بقى الريسبتورز اللي كنا بناخدها مع الفيستيبولر بارت بتاع الايتس كرينيال نيرف اللي كان ماكولا يوتريكلاي وساكيلاي، وانتوا كنتوا بتسالوا ايه ده؟ اهو هم دول، هم دول الريسبتورز بتاع الايكوليبريم. خلاص كده؟ طيب تعالوا بقى، اتفقنا ان السيمي سيركولار تاني بقى عشان نخلص من القصه دي. البوني لابرنس المتاهه العظميه 3 اجزاء، ايه هما؟ 3 سيمي سيركولار كانالز، وايه؟ والكوكليا الحلزونه، والسنترال بارت اسمه فيستيبيول. طب البالونه بقى اللي هي الممبرينس لابرنس 3 اجزاء برضه، في السيمي سيركولار كانال بنسميهم سيمي سيركولار دوكت، وفي الكوكليا بنسميها كوكليار دوكت. طب واللي موجود في الفيستيبيول حاجتين، يوتريكل وساكيول. حلو كده. طيب تعال نشوف الريسبتورز بقى. الكوكليا فيها او الكوكليار دوكت جواها اورجان اوف كورتي اللي هو بتاع مين؟ الاورجان اوف كورتي اللي هو بتاع مين؟ بتاع الهيرنج. طب والسيمي سيركولار دوكس او بنسميها ميمبرينا سيمي سيركولار كانالز واليوتريكل والساكيول فيهم الريسبتورز بتوع الايكوليبريم. طبعا السيمي سيركولار كانالز او السيمي سيركولار دوكس الموجوده جوه هي اللي هي الميمبرينس بارت، لو خدتوا بالكم هتلاقوا كده كل سيمي سيركولار دوكت بيبقى عندها وان اند دايليتد. خلاص يبقى وان اند دايليتد منتفخه زي ما انتم شايفين كده، والجزء اللي بيبقى دايليتد ومنتفخ ده بيسموه امبولا. بالنسبه لايه هنقول لكم القصه بتاعتها. بيقول لك ان كانوا الرومان زمان عندهم حاجه كده شبه الابريق كده، او شبه الزلع يعني، ليه شبه الزلع في الفلاحين؟ هي كانت حاجه بتبقى معموله من الفخار كده، بيبقى ليها يدين فوق كده والعنق بتاعها بيبقى ضيق شويه، وبعد كده بتبقى يعني حاجه دايليتد كده من تحت. فده كانوا بيسموه اللي هو الامبولا بتاعت الرومان دول. فنسبه او تشبيها للجزء الدايليتد دوت بالامبولا بتاعت الرومان دي او الابريق بتاع الرومان دوت اللي هو شبه الزلعه، فراحوا جايين مسميين الجزء الدايليتد ده امبولا. طبعا وده في اي مكان يعني، اي جزء بيبقى دايليتد بالمنظر ده بيسموه امبولا. يعني حتى لو انتوا فاكرين امبولا فوتر اللي كانت بتفتح فيها البنكرياس والبايل دوكت، كان جزء برضو دايليتد وكان بيسموه امبولا فوتر. وهنا برضو الجزء الدايليتد بتاع السيمي سيركولار دوكس بيسموه امبولا. حلو. الريسبتور بيبقى موجود عندنا هنا طبعا في الدايليتد بارت، يعني مش هيسيب الجزء الواسع ويروح يتزنق هنا في الاجزاء الضيقه، فبيسموه امبولا او كريستا امبولاريس. واشمعنى كريستا؟ كريستا دي جايه من كراست، وكراست يعني قمه يعني حاجه عاليه، فهو بيبقى الريسبتور طالع كده حاجه عاليه جوه الجزء الدايليتد ده فبيسموه كريستا امبولاريس. يبقى دلوقتي الريسبتور اللي موجود هنا في السيمي سيركولار دوكس او الممبرينا سيمي سيركولار كانيلز اللي هو مسؤول عن الايكوليبريم اسمه ايه؟ اسمه كريستا امبولاريس. وفهمنا قصته جت منين بقى، وشوفوا بقى الامبولا بتاعت الرومان دي خلاص اللي هي الزلعه يعني. تمام. طيب واللي موجود في اليوتريكل والساكيول اسمه ماكولا، اللي موجوده في اليوتريكل اسمها ماكولا يوتريكولوي، واللي موجوده في الساكيول اسمها ماكولا ساكيولوي. حلو كده. طيب ايه الفرق ما بين ده ودوت؟ ما هم الاثنين بيحسوا بالايكوليبريم. قال لك الكريستا امبولاريس دي بتحس بالانجلر او الروتيشنال موفمنت بتاعت الهيد، يعني لما تلف دماغك كده لورا يمين او شمال مين اللي هيحس بالموفمنت دي؟ هو الكريستا امبولاريس. طب واليوتريكل والساكيول يا دكتور بيحس باللينير اكسلريشن او اللينير موفمنت اللي هي ايه بقى؟ طبعا الحاجات دي بتفهموها في الفسيولوجي احلى، بس انا على قد ما اقدر هقول اللينير موفمنت دي ان انت تحرك راسك يمين وشمال، دي بيحس بيها الساكيول. طب واليوتريكل قدام وورا بيحس بيها اليوتريكل. خلاص كده، او اللي هو بقى ماكولا يوتريكلاي يعني عشان نبقى محددين اكتر. يبقى لو حرك دماغي قدام وورا اللي هي فيرتيكال اكسلريشن، مين اللي هيحس بيها؟ الماكولا يوتريكلاي. طب ولو هحركها يمين وشمال اللي هو هوريزونتال اكسلريشن، مين اللي هيحس بيها؟ الساكيول. خلاص كده.
طيب تعالوا بقى نشوف المختصر المفيد للموضوع ده. واحنا فهمنا القصه كلها، هي اوضه معموله من حيطان متاهه فيها بالونه اللي هو الممبرينس لابرنس، محاطه البالونه بفلويد بيري ليمف ومن جوه اندو ليمف، ونبتدي نحط بقى الاورجنز بتاعتنا ونسميها. ده طبعا الجدول اللي بيختصر لنا الموضوع ده كله اهوت. ده البوني لابرنس المتاهه العظميه، ثلاث اجزاء زي ما اتفقنا، حلزونه او القوقعه اللي هي الكوكليا، والمدخل الفيستيبيول، والسيمي سيركولار كانالز. طبعا الفيستيبيول موجود في السنتر وهو بيبقى جزء دايليتد كده. طيب الكوكليا الممبرينس لابرنس بتاعها جزء البالونه اللي جواه اسمه كوكليار دوكت. طب والفيستيبيول جزء البالونه اللي موجود فيه جزئين، يوتريكل الكبير والساكيول الصغير، والاثنين متصلين ببعض بحاجه اسمها يوتريكلو ساكيولار ايه دوكت. تمام. السيمي سيركولار كانالز الجزء من البالونه اللي فيها اللي هو الممبرينس لابرنس اسمه ايه؟ ممبرينس سيمي سيركولار كانالز، او ممكن يبقى اسمه الاسم الثاني عشان لو شفتوه في اي حاجه، سيمي سيركولار دوكس. طيب تعال نشوف بقى السنسوري اورجنز. طبعا موجود في الكوكليار دوكت اورجن اوف كورتي بتاع الهيرنج، انما اللي موجود في الفيستيبيول او سوري في اليوتريكل والساكيول، في عندنا ماكولا يوتريكلاي وساكيلاي، ودي اتفقنا مسؤوله عن انهي نوع من الحركه، مسؤوله عن اللينير اكسلريشن. خلاص وات ايفر بقى كان هوريزونتال او كان فيرتيكال زي ما اتفقنا. طيب والسيمي سيركولار دوكس فيها مين؟ فيها الكريستا امبولاريز اللي قلنا عليه، وده طبعا مسؤول عن انهي موفمنت، الروتيشنال او السيركولر موفمنت. اوكي طيب طبعا اتفقنا خلاص ان دول بتوع الايكوليبريم وده بتاع الهيرنج، مش هقول الفانكشن تاني بقى، ونخش في الاستراكشر اللي هو الهيرنج. خلاص خلاص احنا اتفقنا البيستيبيول والكلام ده كله. تعال نشوف بقى الماكولا. طبعا الممبرينس لابرنس ده كله على بعضه بيبقى سين ممبرين كده، البالونه دي بتبقى عباره عن شويه كونكتيف تيشو، والكونكتيف تيشو ده متغطي بسيمبل سكويمس بس عشان تكونوا عارفين يعني. خلاص وطبعا برضو بتبقى البالونه دي لازقه مع البيري اوستيوم، بس لازقه عن طريق ايه؟ عن طريق سترينس، عن طريق حبال، حبال كده معموله من الكونكتيف تيشو، وده علشان يخلي البالونه دي سبورتد يعني. خلاص وبرضو علشان نوصل البلاس سبلاي للابسيليوم اللي هو عامل لايننج للبالونه للممبرينس لابرنس، ما هو هيتغذى من الابسيليوم دوت، فبيوصل له البلاس سبلاي عن طريق السترينس دي بتاعت الكونكتيف تيشو اللي بتوصل الممبرينس لابرنس مع مين؟ مع البريوستيوم. تمام اتفقنا طبعا ان اليوتريكل والساكيول ماسكين مع بعض بيتركوا الساكيولار دكت، كل الكلام ده احنا قلناه، والريسبتور ارياز الموجوده هنا ماكولا يوتريكلاي وساكيولاي، وظيفتهم زي ما اتفقنا ايه؟ اللي هو اللينير اكسلريشن، الفيرتيكال اللي قدام ورا كان اليوتريكل، والهوريزونتال اللي يمين وشمال كان مين؟ كان الساكيول. طبعا تعالوا بقى نشوف الريسبتور بقى اللي هو الماكيولا يوتريكلاي والساكيولاي دول عباره عن ايه؟ خدوا بالكم ان الريسبتور ده هو نيورو ابسيليوم، زي النيورو ابسيليوم اللي خدناه زمان اللي هو كان بتاع التيست بوتس. اي نيورو ابسيليوم في الدنيا على الاقل لازم يبقى خليتين، ده في حاله ان هو مش هيتجدد، انما لو هو من الريسبتورز اللي بيحصل لها ريجنريشن فهيبقى ثلاث خلايا. طب على الاقل الخليتين دول ايه؟ خليه هتحس بالسنسيشن وتبقى اسمها سنسوري سيل، وخليه هتعمل لها سبورت زي ما شفنا في كل النيرفس سيستم كان فيه سبورتنج سيلز، والسبورتنج سيلز دي هتعمل سبورت للسنسوري وكمان بتساعد في النيوتريشن بتاعها. واكيد اكيد السنسوري سيل دي هتبقى متصله بنيرف اندنجز، وات ايفر بقى كانت افرنت اللي هياخد السنسيشن يوديه للبرين، او افرنت اللي جايب اوردر من البرين للريسبتور ده. اوكي وطبعا مش كل الريسبتورز ليها افرنت، طبيعي ان الريسبتورز كلها ليها افرنت اللي هياخد منها السنسيشن يوصله للبرين، ونادر جدا لما بتلاقي افرنت. بس خد بالك احنا عندنا هنا في الاير في افرنت. لو انتوا فاكرين في السي ان اس لما خدنا الايتس كرينيال نيرف وخدنا الفيستيبلر بارت والكوكليار بارت، كان بيقول لك في عندنا افرنت باندل، ابقوا ارجعوا ليها وقروها. وكانت الافرنت باندل دي كل وظيفتها انها بتعمل بروتكشن برضه للانر اير من الاستيمولاي العاليه. اوكي فهنا هتلاقي في افرنت خلاص، وده مش حاجه طبيعيه مع كل الريسبتورز. يبقى تاني الريسبتور هنا بما انه نيورو ابسيليوم وهو ما بيتجددش، عشان كده سبحان الله شايفين كل البروتكشن ربنا عاملها له، عشان هو ما بيتجددش، لو حصل له انجري خلاص. فهو عباره عن تو تايبس اوف سيلز، سنسوري سيل او بنسميها هير سيل هنا، وهنعرف كمان شويه ليه سموها هير سيل، و سبورتنج سيل. وما تنساش ان الهير سيلز او السنسوري سيلز ديت بتبقى كونكتد مع افرنت ومع افرنت نيرف فايبرز. اوكي طيب المهم ان الهير سيلز بتوعنا دول هم نوعين. والله في واحده زي ما انتم شايفينها كده بتبقى شكلها عامله زي الفلاسك. يعني ايه فلاسك شيبت؟ يعني اللي هو البيزل بارت بتاعها بيبقى راوندد واكسباندد كده منتفخ، والابيكال بارت بتاعها نارو، والثانيه شكلها خليه كلامنر عاديه جدا بتبقى يونيفورم في الدايمتر بتاعها.
طيب الفلاسك شيبد دي بنسميها تايب 1 هير سيل، وتايب 1 هير سيل دايما هتلاقيها فلاسك شيب، يعني هتلاقي البيس بتاعتها مدوره واسعه والابكس بتاعتها بتبقى نارو. طيب واللي هي الكولومنر دي اليونيفورم اللي هي حتى شكلها سلندريكال دي هنسميها ايه؟ هنسميها تايب 2. حلو كده، يبقى تايب 1 فلاسك شيب، انما تايب 2 زي ما انتم شايفين كده كولومنر سيل. طيب التو تايبس دول اوف هير سيلز بنتلاقي كده على السيرفيس بتاعهم بيبقى فيه ايه؟ بيبقى فيه ناحيه كده فيها اطول شعرايه انتم شايفينها دي بنسميها كاينوسيليوم، والكاينوسيليوم دي هي برايمري سيليوم، هي موديفايد سيليوم شبه بالظبط السيليوم اللي انتم خدتوه في الرودز والكونز. يعني هي موديفايد بمعنى ايه؟ انها ايموتايل عشان هي بتشتغل كميكانو ريسبتور، خلاص الكاينوسيليوم دي بتشتغل كميكانو ريسبتور فهي بتبقى ايموتايل، وكمان برضو ما عندهاش التو سنترال سنجلتس. يبقى خد بالك ان الكاينوسيليوم دي موديفايد سيليوم ما عندهاش التو سنترال سنجلتس، يعني زي بالظبط الكونكتنج ستوك بتاع الرودز والكونز، وكمان ايموتايل. وزي ما انتم شايفين كده بيبقى في عندنا في شعر تاني اهوت، الشعر ده اسمه ستيروسيليا، والستيروسيليا دي بتبقى ايه؟ بتبقى اللينس بتاعها زي ما انتم شايفين كده جرادولي بيزيد ناحيه الكاينوسيليوم. اطول واحده في الستيروسيليوم دي بتبقى موجوده ناحيه الكاينوسيليوم. الستيروسيليا عايزه افكركم بيها هي ما كانتش سيليا، هي كانت عباره عن لونج مايكروفيلوي، يعني هي كانت عباره عن اكتين فيلامنتس. فلما يجي يقول لك ان البيزل بارت بتاع الستيروسيليا ده نارو او كونستريكتد كده وحواليه هنا في اكتين فيلامنتس، فده طبيعي لان انت عندك هنا في السيتوبلازم تحت السيل ميمبرين الاكتين بيبقى متجمع بكميات كبيره قوي، حتى كان بيعمل لنا حاجه اسمها سيل كورتكس لو انتوا فاكرين زمان. فطبيعي جدا ان يقول لك البيزل بارت بتاع الستيروسيليا ده بيبقى حواليه هنا ايه؟ حواليه هنا اكتين، حتى بيسموه كيوتيكلر بليت. وظيفه الاكتين ده ايه؟ هنعرف كمان شويه ان الاستيموليشن بتاع الهير سيلز ده بيحصل عن طريق ان الويفز بتوصل للاندوليمف اللي هو الفلويد اللي هي عايمه فيه اللي موجود جوه البالونه الميمبرينس لابرنس. الفلويد ده لما هتوصل له الويفز هتبتدي تحركه مع الحركه بتاعه الهيد طبعا زي ما اتفقنا، هتبتدي تحرك الفلويد ده، فلما الفلويد هيتحرك هيعمل بيندنج لمين؟ هيعمل بيندنج للستيروسيليا والكاينوسيليوم. خلاص طبعا انتوا بتاخدوا الكلام ده في الفسيولوجي، لو البندنج ناحيه الكاينوسيليوم هيحصل ديبولاريزيشن، لو البندنج العكس بيحصل هايبر بولاريزيشن، وهكذا يعني. تمام، مش عايزه انا اخوض في القصه دي. اوكي، المهم طب وانس ان حصل بندنج الاستيروسيليا دي هترجع لمكانها ازاي؟ قال لك دي وظيفه بقى الكيوتيكولر بليت دوت اللي هو عباره عن اكتين اللي موجود هنا عند البيز بتاعتها. خلاص طيب الحمد لله فهمنا ليه سموها هير سيلز عشان الاستيروسيليا والكاينوسيليوم اللي موجود دوت على الابيكال بارت بتاعها. طيب 1 اتفقنا انها فلاسك شيبت. طب وايه تاني بقى الاختلاف ما بين تايب 1 وتايب 2؟ قال لك تايب 1 بيبقى عددهم اقل من تايب 2، تايب 2 بيبقى عددهم اكتر. طب ايه تاني يا دكتور؟ قال لك ان الافرنت اند اللي هي لها علاقه بتايب 1، وتعالوا نشوفها في صوره تانية اوضح. اهي دي تايب 1 اهيت يا شباب، دي تايب 1 اللي هي الفلاسك شيب ديت. قال لك الافرنت نيرف اندنج بتبقى عامله ازاي؟ بتبقى عامله زي الكوب كده او زي الكالكس، زي الكاس. عارفين الكاس بتاع الورده؟ مش الكاس بتاع الورده بيبقى محوط بالورده من جميع الاتجاهات؟ فقال لك ان الافرنت بتاع التايب 1 هير سيلز بيبقى كده برضه، بيبقى عامل زي الكالكس، حتى بيسموه ايه؟ كالكس او بيسموه كوب، عشان بيبقى واخدها كلها في حضنه كده. امال تعالى هنا الافرنت نيرف اندنج بتاع التايب 2، قال لك لا ده بيبقى ملامس جزء منها كده عامل زي الزرار، فحتى بيسموه باتون اند. اوكي، والاثنين طبعا بيبقى واصل لهم افرنت زي ما اتفقنا اللي هي الافرنت باندل اللي قلنا عليها في الايت سكرينيال نيرف. اوكي، يبقى خد بالك تاني الافرنت بتاع تايب 1 شكله ايه؟ كاب او كالكس، عامل زي الكاس بتاع الزهره كده واخدها كلها وكومبليتلي سراوندنج تايب 1 هير سيل. طيب وبتاع التايب 2 لا ده بيبقى صغير قوي كده عامل زي الزرار، حتى بيسموه باتون اند، ويا دوبك ملامس جزء منها بس، والاثنين بيبقى ليهم افرنت زي ما اتفقنا. تعالوا برضو تاني نراجع تاني على الجزء اهوت الابيكال سيرفيس بتاع تايب 1 وتايب 2، بيبقى عليه مين اطول واحده؟ دي اطول واحده دي كاينوسيليوم، دي او بيسموها برايمري سيليوم، بتبقى ايموتايل وما عندهاش التو سنترال سنجلتس في مايكرو تيبولز، يعني زيها زي الكونكتنج ستوك بتاع مين؟ بتاع الرودز والكونز. طيب ودول مين؟ دول الاستيروسيليا اللي هم اكشوالي لونج مايكروفيلويد، وزي ما انتم شايفينهم كده اللينس بتاعهم بيبقى ايه؟ gradually increasing toward mean toward الكاينوسيليوم، خلاص او decreasing في الاتجاه المعاكس.
خلاص. المهم ان اطول واحده في الستيروسيليا دي موجوده ناحيه الكاينوسيليوم. اتفقنا ستيروسيليا يعني هي اكتين، فطبيعي جدا لما يجي يقول لك ان البيزل بارت بتاعها كونستريكتد ضيق اهوت زي ما انتم شايفين اهوت وريليتد لاكتين كتير موجود هنا في الابيكال سايتوبلازم، ده عادي جدا. ما احنا متفقين من زمان قوي احنا في سنه اولى ان السيتوبلازم اللي هو تحت السلم مرين بيبقى فيه اكتين كتير قوي خلاص. حتى بيقول لك ان ده بيسموه كيوتيكولار بليت. وظيفه الكيوتيكولار بليت او الاكتين ده ايه؟ هو اللي هيرجعها بعد ما يحصل لها بيندنج انها ترجع للبوزيشن بتاعتها العاديه. تمام؟ طيب افتكر لي دايما ان تايب 1 هير سيل شكلها فلاسك شيب وحواليها الافرنت بتاعها بيبقى كومبليتلي كده surrounding it like the calyx of the flower. والتايب 2 لا بتبقى كلها مينور والنيرف اند بتاعها بيبقى ايه؟ باتون، يا دوبك ملامس جزء بس منها كده خلاص. طيب ده اول خليه اللي هي السنسوري سيل او اسمها هير سيل بقى، وتايب 1 وتايب 2 والكلام اللي احنا قلناه ده. طب امال ايه الخلايا اللي ما بين الهير سيلز ديت؟ دي سبورتنج سيلز، هي كلها مينور سيلز عاديه جدا بتبقى ماسكه مع بعضها ومع الهير سيلز تايت جانكشن او بجانكشن كومبلكس. النيوكلس بتاعتها زي ما انتم شايفين بيزل وراوند دهيت. الخلايا دي كل وظيفتها انها بتعمل سبورت وبتعمل انسوليشن بتفصلهم عن بعض، وكمان بتساعد في النيوتريشن بتاعهم. وعايزه اقول لكم ان الهير سيلز هنا كمان بتاعت الماكولا يوتريكولاي وساكيولاي بتبقى متغطيه هنا بطبقه كده معموله من البروتوجلايكان او الجلايكوبروتين، بتبقى جيلاتينس وبتبقى فيها كريستالز. الكريستالز دي معموله من الكالسيوم كاربونيت. حتى الطبقه دي بيسموها اوتوليثيك ممبرين. اوتو يعني اير، والليثيك جاي من ليثوس اللي هو ستون او كريستال، ولان الممبرين دوت فيه كريستالز او ستونز اللي هي الكالسيوم كاربونيت كريستالز فبيسموه اوتوليثيك ممبرين. اعرفوا من دلوقتي ان مقطع ليثوس ده يعني ستون، حتى تاخدوه بعد كده في الستونز بتاعت اليورينري بلادر والجول بلادر يقول لك ليثيسز، ليثيسز يعني في ستون خلاص. فخد بالك ان الهير سيلز بتاعت الماكولا يوتريكولاي وساكيلاي متغطيه هنا ب حاجه اسمها اوتوليتيك ميمبرين اللي هو عباره عن جلايكوبروتين او بروتيوجلايكان في كالسيوم كاربونيت كريستالز اللي بيسموها اوتوليثيز او اوتوكوميا خلاص. طبعا ده كله عشان يساعد على مين؟ يساعد في الاستيميليشن بتاع الهير سيلز لما الويفز توصل هنا نتيجه للموفمنت بتاعت مين؟ بتاعت الهيد. اوكي طيب ده بالنسبه للهير سيلز بتاعت مين؟ بتاعت او ده بالنسبه للاستراكشر بتاع الماكلا يوتريكولاي والماكلا ساكيلاي خلاص. طيب تعالوا نشوف بقى السيمي سيركولار كانالز والسيمي سيركولار دوكس. واتفقنا ان الاورجن المسؤول عن الايكوليبريم اللي فيها او الريسبتور بتاع الايكوليبريم اللي فيها اللي هو اسمه ايه؟ كريستا امبوليرس. بصوا شايفين شكله اهو ده الكريستا امبوليرس، شايفين مرتفع ازاي؟ كريستا عاليه ازاي؟ وسموه امبوليرس ليه؟ علشان هو موجود في الجزء الدايليتد بتاع مين؟ بتاع السيمي سيركولار دوكس او ممبرين السيمي سيركولار كانال. حلو؟ طيب الاستراكشر بتاعه ما هو ريسبتور، يعني هو نفس برضه الاستراكشر بتاع الماكلا يوتريكولاي وساكيلاي ونيورو ابسيليوم، عباره عن تو تايبس من السيلز، هير سيلز تايب 1 وتايب 2، وعندنا سبورتنج سيلز، وعندنا كمان برضه في الافرنت نيرف فايبرز والافرنت زي ما اتفقنا بالظبط. بس بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان الهير سيلز هنا او السيلز دي ما لهاش بيزل لامنا، مش مشكله خلاص. بيقول لك ان هناك كان الهير سيلز بتاعت الماكولا يوتريكلاي وساكيلاي كانت متغطيه بايه؟ كانت متغطيه باوتوليتيك ميمبرين اللي هو كان فيه الكريستلز اللي قلنا اسمها اوتوليث او اسمها اوتوكونيا اللي هي كانت كالسيوم كربونيت. قال لك هنا لا بقى، هنا بتبقى متغطيه بطبق هي برده من الجلايكوبروتين او البروتيوجلايكان، بس الطبق دي زي ما انتم شايفينها كده شكلها دوم شيب او حتى بيقول لك كونيكال، ودوم شيب يعني كوبولا، فالطبق دي اسمها كوبولا. فهنا الهير سيلز متغطيه بكوبولا، وخد بالك بقى ان الكوبولا دي بتبقى واصله لايه؟ لو قلنا ان دي السيمي سيركولار كانال اهي، دي كانال فليها وول اهو وليها وول في الاوبزيت سايد، فيقول لك ان الكوبولا دي بتبقى واصله للاوبزيت وول، يعني تحس كده ان الريسبتور بيبقى سادد الكانال خلاص كده. فده الفرق ما بينها وما بين الماكولا، ان الهير سيلز مش قاعده على بيزمنت ممبرين، وان الكوبولا اللي مغطيه الهير سيلز هنا ما فيهاش كريستالز، وكمان زي ما انتم شايفين واصله لمين؟ للاوبوزيت وول، يعني ساده السيمي سيركلر دوكس خالص. تمام كده؟ يبقى ده الاستراكشر بتاع الكريستا امبولاريس. اهوت نفس الماكولا بالظبط ما عدا حاجتين، ان البوتروجلايكان لاير دي اللي اسمها الكابولا اللي هي الممبرين اللي مغطي الهير سيلز بيبقى كونيكال ان شيب او زي ما قلت لكم بيبقى دوم شيبت خلاص، وزي ما انتم شايفينه بيبقى عالي قوي كده لدرجه انه واصل للاذر ايه؟ للاذر
وول او للابزيت وول وسدد الدنيا زي ما انتم شايفين كده. تمام، اتفقنا ان الكريستا امبلويس بتحس بانهي روتيشن، بروتيشنال او بيقولوا الانجلر روتيشن اللي هي تلف راسك ورا او قدام وهكذا، والماكولا يوتريك لايف ساكولاي بتحس بانهي موفمنت باللينير، مين اللي بتحس بالهوريزنتال، بالهوريزنتال ذا اس ساكيول ساكيولاي، واللي بتحس بالفيرتيكال اللي هي قدام ورا مين، ماكولا يوتريك لاي. ثانك يو فيري ماتش، والمره الجايه ان شاء الله هناخد الكوكليا. بالتوفيق يا رب، واتمنى تكونوا فهمتم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.